المحور الثاني تمثيل الأرقام على الأصابع منزلة العشرات. نبدأ تمثيل الأرقام باليد اليسرى، ويفضل كتابة الأرقام على أصابع الطفل من ظاهر اليد وليس من باطنها. اليد اليسرى 10 20 30 40 50 60 70 80 90. Ten, 20, 30, 40, 50, 50, 10, 60, 50, 20, 70, 50, 30, 80, 50, 40, 90, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29.